لازم بيتحط يتسلق في ميه، ميه سخنه عشان القشره بتاعته اطلعها، وهو ده الميزه بتاعته. فبجيب عندي كام حبايه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. ويا ريت تختاري الحبايه اللي بتبقى جامده يكون افضل، وهنتعلمها دلوقتي وهنتعلم كل حاجه ان شاء الله منها ازاي نقدر ان احنا نعملها مع بعض. وبعد كده اهوت بنبدا ناخد الخوخ ده اهوت، يعني مثلا الحله مثلا هتشيل ايه، كام واحده اعتقد دول كفايه يعني، ونبقى نسلق الباقي. نبدا نحط اهوت الخوخ بتاعنا في ميه سخنه بتغلي. شفت الطماطم الكونكاسيه لما بنيجي نشتغل بيها، مجرد ما بنبدا ايه بحطها في الميه السخنه بتلاقي القشره بتاعتها فكت على طول، ولكن هو ما بياخدش كتير يعني، ما تقعدوش كتير في الميه السخنه كده، اعتقد كده زي الفل، ما بيقعدش كتير في الميه السخنه عشان ما يطراش معايا قوي. انا مش عايزه يبقى طري معايا لدرجه اللي انا اعرف ان انا اقشره عشان اعرف ان انا اطلع منه الكومبوت بتاعنا ان شاء الله. طيب بنعمل ايه دلوقتي بقى؟ ده بعد اهوت زي ما حضراتكم كده بطلع منه القشره، بيطلع عندك بالشكل ده، بنقوم واخدينه كده بصي اهو منتهى السهوله. بتلاقي بص مجرد ما بتحط في السكينه كده اهوت اهو، حتى بص تلاقي هو شكل الكمبوت اهوت بالظبط اهو، بص عامل ازاي. تقومي حطاه كده عشان هنطلع منه كل حاجه دلوقتي، تقومي حاطه السكينه كده وماشيه كده على البذره بتاعته، هتلاقي اصلا بيتقشر معاكي في منتهى السهوله زي ما حضراتكم كده شايفين. يبقى نقول النوع بتاع الخوخ ده اسمه ايه، ده اسمه السان ريد، والمبطط اللي هو اللي بنقول عليه الطعميه او الصيني ده اسمه البنتو. تمام، دي انواع الخوخ الموجوده، والبلدي بتاعنا اللي ايه الجميل اللي هو الصغير ده، هقول لك تقدري تستخدميه برضو في حاجات تانية، ممكن نقدر نعمل منه مهلبية أو حاجات تانية، أو المشروب برضو ينفع يتعمل منه. بس البلدي بقى بيبقى نسبة السكر فيه بتبقى أقل شوية من دول. طيب اللي هي دي ما بتطلعش ديت بقى، في ممكن واحدة يعني بعض الواحدة ما تطلعش معانا، ما عنديش مشكلة خالص، هنشيل البذرة بتاعتها عادي جدا وهنستخدمها في حاجات تانية زي اللي قدام حضراتكم ديت، مفيش اي مشكله خالص. كل شويه كده نروح نبص فين على الخوخ ونبص عليه الاخبار، يعني حاجات حاجه بسيطه يعني، كمان انا مش عايزه يبقى طري معايا جدا عشان اعرف اللي انا برضو اقشره ونعرف اللي احنا نشتغل بيه. ده الكمبوت الخوخ ايه ده اهو، هقطعه وهنعمل منه مهلبيه خوخ اهو. هاخد كام واحده الطريه اللي موجوده ديت هقطعها كده، وهنعمل مربه الخوخ برضو من نفس الطريقه. كله الاربع حاجات اللي هعملهم النهارده هنقشر الخوخ ونبدا نشتغل بيه ان شاء الله. يعني كله ما فيش حد يعني ما فيش حاجه هعملها النهارده غير لما اعمل اول خطوه اللي هي سلق الخوخ، مش بسلقه انا، بطلع بس القشره منه فبحطه في ميه سخنه. المربى اول حاجه هنعملها مربى الخوخ. فمربى الخوخ بنعملها ازاي؟ ادي الخوخ اهوت جبناه، اقوم واحطه كده اهو زي ما حضراتكم كده شايفين، ونبدا ناخد عندنا السكر على الكيلو، بحط مثلا كوبايه ونص من السكر ونبدا نضيفه كده اهوت بس كده، واقوم سايبه في جنب دلوقتي جيش ناحيته خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، ما جيش ناحيته بقى خالص لحد ما يبدا ينزل الميه بتاعته. حلو، يبقى دي اول حاجه مربة الخوخ خلصنا منها. هنا في ميه فيها تلج، حطينا الميه اللي فيها تلج عشان هنبدا نعمل ايه دلوقتي بقى، نبدا ننشل بقى الخوخ بتاعنا. والله ممكن مش مستاهل ان انت تحطي ميه ساقعه كمان، ممكن يتقشر كده على طول اهو. عايز شويه كمان عشان انا حاطط الحبايه الناشفه شويه
فعايز كمان بس شوية، لا شوية لا، ما بيتحطلوش اي حاجه خالص، لان هو كده كده اصلا الماده الحافظه الربانيه اللي موجوده فيه كده كده بتطلع في الحاجه، فهي اللي بتبقى الماده الحافظه اللي موجوده سبحان الله جوه الفاكهه نفسها، فما بيتحطلوش اي اضافات خالص. تعالوا بقى نشوف عندنا عشان الوقت، بس اجيب عندي الحله، حله الكيتشنوبه دي هبدا اللي انا اشتغل بيها كل الشغل بتاع النهارده. نبدا نحط عندنا الخوخ اهوت مع السكر، طبعا هو السكر ما شاء الله بيبقى فيه ميه، فتلاقي بص عمل ازاي، خلاص هو شرب الميه بتاعته كمان اهو، على نار هاديه بقى خالص، على نار هاديه نبدا نضيف عندنا الخوخ، وكل شويه نبدا ان احنا نديله تقليبه كده، ونشتغل بيه. طيب انا ينفع اللي انا اشتغل المربى من غير، او المشروب اسف، من غير مقشره، يعني لو انت مش عايزه تقشريه مفيش اي مشكله، بتقوم ماسكه كده اهوت الحبايه كده، حلو، ودي كده، وبعد كده بتقومي واخده دي كده برضو، ده كمان اهي كده اهو، يمشي على البذر نفسه، هتلاقي اصلا بتطلع لوحدها ما شاء الله، يعني اهي ده ينفع بالخوخ البلدي. لو عايزه تشتغلي المشروب ده بالخوخ البلدي على فكره اشتغل معاك حلو جدا. لسه شويه عشان كده يا شباب قلت لكم ما تبقى سخنه بتغلي، ها يلا مفيش مشكله ان شاء الله هيقوم دلوقتي، انا كنت بس عشان الوقت يعمل قدام الناس لكن سهل. ده الخوخ اللي انا هعمله مشروب، في حتة كده هي اللي ايه واقفة في السكينة، لا مفيش، تمام هقطعه مكعبات صغيرة، كده علقنا على المربى صح عشان بس ما نتلخبطش، الكيلو عليه كوبايه ونص من السكر، اعملي حساب السكر اللي موجود جوه الفاكهه، وبسيبها في التلاجة لو ساعه بس كفايه، السكر هتلاقي الخوخ شرب السكر اللي موجود، وتبداي تحطيه فين عندك، على النار، نار تكون متوسطه. ببدا دلوقتي بشتغل في ايه، في المشروب الخوخ، سهل جدا جدا جدا، خوخ اهوت بنقطعه عندنا مكعبات، زي الفل كده اهو، كلام محترم قوي. هنا بنعمل ايه بقى، بقوم جايب حله كيتشنوفا ديت، بنقوم حاطينها، نستخدم كل المقاسات النهارده اللي انا هبدأ اشتغل بيها. بنعمل قد ايه مثلا، احنا بنعمل يعني كيلو، فبحط عندي ادي كوبايه ونص من الميه، عشان الاول بعمل شربات يقعد على النار، الاول كوبايه ونص من الميه على كوبايه ونص من السكر، كلام جميل، كوبايه ونص من الميه على كوبايه ونص من السكر، ركزي معايا فيه بقى عشان ايه انت مش هتبطلي تعملي المشروب ده، ونقوم حاطينه على النار، ونسيب المشروب ده هوت يغلي الاول مع بعضه، سيبيه زي ما بنعمل السيرب بالظبط، سيبيه يغلي، وبعد كده نديله نص عصير ليمونه، وبعد كده بنبدا ايه نحط الخوخ عليه يستوي جواه. طيب تعالوا نبص هنا على المربى، يا عيني يا عيني اهو، عشان كده ما بعليش النار عليها زي ما قدام حضراتكم كده، النار ما تبقاش عاليه عليها مش تفضل معايا مظبوطه ان شاء الله وزي الفل. طيب خلينا ناخد فاصل صغير، احنا ما عملناش الا حاجتين اتنين، علقت على المربى وبعمل مشروب الخوخ،
اللي هو كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الميه، وهناخد عندنا الكيلو الخوخ اللي احنا قطعناه مكعبات ده اهو، هنبدا نحطه في الشربات. بنبدا ايه بعد ما هو يتحط في ميه سخنه، ده الكمبوت بقى اللي احنا شغالين فيه، نبدا ناخده كده. بصي هتلاقي القشره بتاعته بتفك عاديه جدا، هي سهله. لو مش هتيجي كده بسكينه كده اصلا، مش هتلاقي يعني، مجرد ما تحط سكينه كده عليها هتلاقي القشره بتاعتها طلعت منتهى السهوله اهي. شايفه اهي؟ شايفه سهله 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 جدا اهي. بس منتهى السهوله، بقشرنا طبعا الكميه اللي قدام حضراتكم ديت. طيب عشان ما نتوهش نرجع تاني، عملنا ايه؟ كيلو من الخوخ حطينا عليه كوبايه ونص من السكر، ونعمل حسابنا ان النوع ده فيه سكر، فانا حطيت كوبايه ونص من السكر وبدات اللي انا اقلبهم واحطهم عندي في التلاجه، ينزلوا الميه بتاعتهم والخوخ يشرب السكر الجميل وينزل الميه، ونبدا نحطهم على نار متوسطه. ده خلاص ركناهم. تعالوا بقى نشوف عندنا عملنا ايه هنا. حطينا كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الميه عشان اعمل المشروب الجميل اللي احنا نبدا نشتغل بيه للخوخ. بحط عندي نص عصير ليمونه هنا، واقوم حاطط عندي الخوخ، اي نوع خوخ بقى يشتغل معاكي المشروب ده. نقوم حاطين الخوخ هنا في الشربات ده، ونسيبه عندي يستوي معايا كويس جدا. ماشي؟ اصل مفيش اسهل من كده. طيب الكمبوت بقى، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي بقى. يبقى احنا كده خلاص عملنا المشروب، لسه طبعا ما خلصش معايا، بس انا بقول لك يعني المرحله بتاعته بيغلي على النار. تعالوا نعمل الكمبوت بعد ما الخوخ اتقشر. نمشي بالسكينه كده اهو، بصي نقوم قاسمينه كده، واخدين عندي بالراحه خلاص، هتلاقيها بتطلع معاك اهي زي الفل. نقوم واخدينها كده اهي حمدي، ونقوم قلبينها كده، وهكذا اكمل. بص يا خال اهو كده كده اهو، نقوم فاتحينه كده بايدينا، هتلاقيه بيتفتح معاك سهل جدا اهوت. تمام، ده كلام جميل. بنبدأ نعمل له حاجة، الكمبوت بقى بعمل له شربات عندي على النار. لازم يتعمل له شربات يكون سهل جدا. ممكن ننزل بقى مقادير الشربات يا أستاذة شو؟ يلا ننزلها كده. يلا السكر والمية اهيت، هجيب المعيار. هناخد اول حاجة السكر، 2 كوباية من السكر. بسم الله، ادي 2 كوباية من السكر، نقوم حاطينهم، اقوم واخدهم كده عم حمدي، ونقوم حاطينهم هنا. وبعد كده اقوم حاطط عليهم 2 كوباية من المية. ده الشربات اللي هبدأ احطه للكمبوت بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، في النص اهو. كده فل الفل. لا الشربات بتاع الكمبوت بيبقى خفيف، سيرب خفيف خالص. اين البرطمانات؟ هنجيب برطمان شيك بقى كده، نبدا نعمل فيه الكمبوت بتاعنا، ويكون بجوان كده وحاجه حلوه. نبدأ نرص كده. زي ما حضراتكم كده شايفين. اهو.
يقعد معاكي ده مش اقل يعني 4 شهور 5 شهور ولا يحصل له اي حاجه. فكره، اوعي تقفلي اي برطمان عندك، لازم يكون متعقم. يعني ايه متعقم يا جماعه؟ يعني تحطيه تغليه بميه سخنه وتحطيه في وتنشفيه كويس جدا. ده التعقيم، لازم اي برطمان عندك عشان ما يبقاش فيه بيئه صالحه للبكتيريا تقتلي اي حاجه، فلازم البرطمان ده يتعقم اي حاجه تشتغلي فيها. وفي نفس الوقت ايه اللي بيبوظ الحاجه معانا؟ اللي الحاجه تكون تقفلي عليها وهي سخنه، لازم تبرد كويس جدا، وبعد كده بنبدا اللي احنا ايه نقفل عليه ما يحصلوش اي حاجه. شهر واحد بالظبط هتلاقيه بقى زي الفل معاكي اهو. ان شاء الله هيبقى معانا هنا اصلا موجود كمان معانا في الديكور كمان، وهوريه لك هيبقى عامل ازاي بعد ما يطلع. هنستخدمه وهنعمل منه تورت ونستخدمه في حاجات كتير جدا. ممكن نقيم كمان واحدة. بسم الله. نفتح نشيل البذر بتاعته. حلو قوي. بس كده. كده بقى جاهز معايا الكمبوت الخوخ. هنبدا نستنى عندنا الشربات اللي هبدا اديله عصير ليمونه، وبعد كده نبدا ايه نشغل عليه ونكمل التسويه بتاعته. تعال نبص على المربى اهي، تبدا تقعد معايا وشراب الكمبوت برضو شغال اهوت. عايزين بقى نبدا نشتغل فين؟ المهلبية. ناخد الخوخ مع سكر مع شوية مية صغيرين واسيبهم الخوخ يستوي، وبعد كده ابدأ انزل عليهم باللبن وبقية المكونات عشان اضربهم بالهاند. المربى شغالة حلوة قوي قوي قوي، السكر بتاعها مظبوط اهي. بصي قدام حضرتك اهي، نار متوسطة تبدأ تغلي معاكي لحد ما تبدأ تقعد معاكي ادي مربة الخوخ. تعمليها جميلة جدا، سيبيها كده براحتها. هنا المشروب الخوخ جميل اللي حطينا كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الميه وحطينا كيلو من الخوخ قدام حضرتك اهوت. بص بقى عامل ازاي، خلاص هو كده ايه استوى اهو. حلو كده الخوخ نفسه استوى معاكي. بنبدا نعمل ايه بقى؟ بنبدا نقوم واخدين ميه عاديه وابداي زودي في الميه لحد ما السكر بتاعها يتظبط معاكي اهو. كلام جميل، مفيش اسهل من كده صح؟ نبدا ايه نقوم واخدين كده ومقلبين. وبعد كده يا عم حمدي بنقوم واخدين عندنا معلقه كده ونبص على، طبعا الرين ده كله هيتشال اصلا بعد الغليان. حلو قوي. زود شويه ميه كمان. نقوم سايبينها عندنا تغلي بقى. طيب اللون انا عايز اظبطه، يعني بديلها بس تكه بسيطه من اللون الاحمر الغذائي. نقطه 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 بس عشان يبقى ايه، يبقى مشروب كده زي الفل. ايوه هو ده اللون اللي احنا محتاجينه. كلام جميل. والسكر ظبط، يعني تفضلي تزودي ميه لحد ما تشوف السكر بقى انتهى مظبوط بالنسبه لك كده بقت تمام. طيب بنبدا نعمل لها ايه؟ انا عايز اعمل لها عرق بسيط، فببدا ان انا اخد عندي بوله صغيره او دي مثلا، واقوم واخد عندي شويه ميه باردين وناخد عندنا معلقه كاستر زي اللي قدام حضراتكم ديت ونقلب. وبعد كده عم ايه عم حمدي نقوم حاطين حطينا هنا بس
اي معلقه يعني اقل من المعلقه الصغيره، اقل من معلقه كبيره يعني ممسوحه، وتقوم حطاها تربط العصير بس تخلي له عرق بس. وفي نفس الوقت لما نيجي ناخد الخوخ نشربه بالخوخ بنلاقي قطع الخوخ موجوده في بقنا، لو انا ما حطيتش المعلقه ديت هتلاقي الخوخ راكن ايه؟ راكن تحت. انا مش عايزه يركن تحت، يطلع فوق كده ويبقى منتشر في العصير كله. فبيبقى بيديله طعم طبعا احلى واحلى بكتير يعني. بص هنا على المربى. خلاص اهيت اعتقد كده بدات توصل. يا نهار ابيض على العرق وجماله. بص مربى الخوخ قطعه اهي. كده بقت تمام جدا. طيب كمبوت الخوخ بقى النظام، ادي الشربات بتاعنا قدام حضراتكم بعد ما غلي على النار، كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وديته عصير ليمونه، بنقوم واخدين وساقين بيه الكمبوت بتاعنا. الله 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 استاذ حمدي انت بتغطي ليه يا عم؟ مش انت قلت مش هتغطي؟ لا لازم نعمل الحركه دي بقى، نقوم واخدينها ونقوم حاطينها فين؟ في ميه سخنه بتغلي اهي. نسقط الباشا ده، بس احنا محتاجين ميه كمان عشان يبقى موجود في البرطمان كله. حركه ليلي بقى عشان اول حاجه بسوي الخوخ جواه وهقلب دلوقتي، يعني خلي بالك البرطمان محكم، فانا هخلص واقوم قالب عندي البرطمان بسيبها بالظبط 10 دقائق. 10 دقائق، خمسه كده وخمسه هقلبه الناحيه الثانيه عشان كله اتاكد ان الصوان بتاعه زي بعضه بالظبط. بالظبط 10 ايام وتاكلي احلى كومبوت خوخ، او نقول 20 يوم. كده كده يبقى في الثلاجه، بس الفكره بقى تخلي بالك ان بعد ما بخلص الحركه دي انا بفتح عندي البرطمان واسيبه عندي، بسيبه عندي يتهوى لحد ما يبرد تماما، وبعد كده ابدا ان انا اقفله بعد ما بعمل الحركه دي. خش على المهلبيه. نفس الموضوع، حطينا سكر وميه وخوخ، نفس الموضوع بالظبط. عينيا الاثنين لسه، بس ايه هقلبها تقليبه. بتعمليها باي حاجه انت عايزاها، تقدري تعمليها باي نوع خوخ موجود، مبطط بقى، طعميه، بلدي، اللي هو الصن ريد اللي انا شغالين بيه ده، اي نوع. بجيب عندي لتر من اللبن ونبدا نضيفه هنا عليها ونسيب الكلام ده هو بعد ما الخوخ اتاكد ان هو بيغلي، ببدا ايه بسيبه يغلي مع بعضه مع اللبن عشان هنبدا نضيف له اخر حاجه ايه، نشا او كاستر. بس قبل ما اضيف له النشا لازم اضربه بالهاند بلندر، انا عامه كويس جدا، وبعد كده ابدا اضيف له النشا اخر حاجه. بص يا باشا بقى المشروب عامل ازاي، بص الجمال اهو، شايف اللون بقى، العرق اهوت، القوام بتاعه المحترم. غلوة واحدة وبعد كده ببدأ أفصل عليه وأسيبه عندي يبرد في التلاجة ونقدمه كمشروب. يبقى هو شوية صغيرين الكيلو، عمل حوالي 3 لتر من المشروب الخوخ في أي وقت تطلعي منه وتبدأي أنت تشتغلي. بص قطع الخوخ وحاجة معمولة في البيت دون مواد حافظة ومفيش أي حاجة فيها، فالموضوع هيبقى حلو جدا. أنا المربى بالنسبة لي بقت تمام، هبدأ أقفل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب عندي الهاند بلندر عشان المهلبيه، او تضربيها في الخلاط لو عندك. محتاجه ايه بقى؟ حاجه بسيطه جدا من اللون الاحمر، بس حاجه بسيطه جدا، ونبدا نقلب
عشان تديني بس بالظبط كده اهو نفس اللون بتاع الخوخ بالظبط. وبعد كده عمونا نقوم واخدين عندنا النشا او الكاستر مع شويه ميه صغيرين، ونقلب الكلام ده كله مع بعضه، ونديها كاستر على اللبن اللي قدام حضراتكم اللي احنا عملنا فيه وضربنا فيه الخوخ، واسيبها لحد ما تبدا اللي هي تجمد معايا ويغلي معايا غلوه محترمه. شراب الخوخ كده يا باشا بقى خلص. شراب الخوخ بالنسبه لي كده ايه؟ خلص معايا وبقى زي الفل. اقوم واخده كده يا عم حمدي، واخد بالك من العرق اللي موجود بقى اللي موجود فين؟ جوه الشربات. هتلاقي الخوخ كمان مش هتلاقيه راكن لتحت اهو، بص هتلاقيه منتشر في الايه؟ في الحاجه كلها، عشان معلقه الكاستر احنا حطيناها. اللون اللي انتوا شايفينه ده سنه بسيطه جدا، نقطه بسيطه من اللون الاحمر. هنا المهلبية العالمية، لون طبعا وشكل ومذاق اكيد طبعا الخوخ طبعا فيها، فلازم ندوق كده نشوف. الله يا جماعة والله، الله الله الله، لا 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 لا، طعمها حلو قوي. مهلبية الخوخ واللون بتاعها الجميل بقت في التمام جدا. ناخد المشروب ده كده ونقوم حاطينه هنا. ونبدا ناخد عندنا كبشه زي ديت مثلا. نص القوام ده يا حمدي بقى يجمد، اتفرج على كماله هيبقى عامل ازاي. نقوم صبينه عندنا في الكاسات ونسيبه يبرد. حلوه حلاوه، شغل عالي دي قوي بجد يعني، استمتعوا بيها قوي. هنشيل الباشا ده ونقوم حاطينه هنا شويه، وبعد كده اقوم قلبه على الناحيه التانيه بس عشان يبرد شويه، قلبه على الناحيه التانيه ونقوم حاطينه برده في الميه السخنه. يلا بينا، وش عليا. ممكن اعمل لك دي كده يعني لو عايز مثلا الاوبشن ده برده، انت راجل محترم يعني. لازم ادلعك، لازم ادلعك، الكلام ده ما بيطلعش لاي حد خلي بالك. شيرين انت راجل محترم. اهو ده هروقهالك دلوقتي، هحط بس في البركسات ديت اهي. لما حاجتنا كده واجيب عندي السوداني والزبيب وجوز الهند. شوية جوز هند كده عليها. واديها زبيب. شياكة الشياكة يعني في المهلبية ديت. نقوم واخدينها كده ومحطينها جنب اخواتها هنا. نفس الموضوع اهيت، زبيب
سوداني جميل قوي، والمهلبيه بصراحه تطلع معاك حاجه محترمه جدا. طيب ايه تاني؟ المشروب خلاص هيبرد، نبدا نشتغل بيه. المنبه بقى، المنبه يا باشا اهو، خلاص كده برضو اتظبطت تمام. البرطمان عندي متعقم تماما، الله حمدي، واخد. ممكن تديها واحده قرفه خشب لو انت عندك مثلا قرفه خشب ولا حاجه، وهي بتغلي برضو. بص القوام هنعمل ايه عشان ما الدنيا ما تبصش كده وتقع عليا، فهعمل حاجه مهمه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نفكر في ايه. انا كان معايا كبش هنا اهو، هو ده. بص يا استاذ، اصحى للمربى. واخده العرق التمام، ولا فيها ريم ولا فيها اي حاجه. طبعا ما بتغطيش، تفضلي كده سايباها لحد ما تبدا اللي هي تبرد معاكي، وبعد كده نبدا اللي احنا نقفلها. طيب الكمبوت خوخ بنقوم حاطينه كده قلبينه اهو، هوب، ويكمل الغلوه بتاعته التانيه لمده 5 دقائق، وبعد كده نشيله يفتح ويسيبه يبرد، وبعد كده نقوم قافلينه خالص 10 ايام، ونتفرج على حاجه محترمه جدا. يلا اعمل لك المشروب ده. طيب واحنا بنطلع فاصل كده، واحنا بنصب المشروب نطلع فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نواصل. يلا بينا. ربة الخوخ ننزل. انا جبت عملت ايه؟ جبنا الخوخ حطيناه بميه سخنه، طلعناه قشرناه، وبعد كده بدانا نقطعه مكعبات، وبدانا نحط عندنا على الخوخ نفسه الكيلو عليه بنقول 2 كوباية من السكر، او 1.5 كوباية، 1.5 كوباية سكر، 1.5 كوباية، ده على 2 كيلو تمام؟ المقادير قدامكم، هي 1.5 كوباية على الكيلو. وسبناها لحد ما نزلت الميه بتاعتها خالص، هدناها على نار متوسطه، بعد كده حطينا لها ممكن نحط لها عصير ليمونه، نص عصير ليمونه، واخده بالك؟ تبقى كده كده هي بتبقى فيها الماده الحافظه بتاعتها، ولكن نسيبها عندي على نار متوسطه لحد ما تقعد معايا، وتبقى عندك احلى مربى خوخ. يا سلام لو عايزه تحط لها قرفه خشب، عود قرفه خشب كده معاهم. وفي ناس بتحط لها حبهان، كلمي بجد والله، فصين 2 حبهان برضو معاها مع المربى، يخلوها في حته تانيه خالص. طيب اول حاجه مشروب الخوخ عملناه ازاي؟ جبنا الخوخ، عايزه تسلقيه وبعد كده تقوم تحطيه في ميه سخنه، اسف، وبعد كده تقطعيه مكعبات براحتك. انا خدت الخوخ وقطعناه عندنا مكعبات، جبنا عليهم 2 كوباية من السكر و1.5 كوباية من الميه، وحطيناهم على النار غليوا معايا. بنعمل شربات عادي، حطينا شويه عصير ليمون عليهم، نص عصير ليمونه، وبعد كده حطينا بعد ما غلي السيرب ده حطينا فيه الخوخ، وسيبناه لحد تحس هو بقى عامل زي المربى، استوى. فضلنا نزود ميه لحد ما ظبط الميه بتاعته السكر اللي احنا عايزينه بالظبط. بعد كده بقوم جايب سنه لون احمر عشان يطلع معايا بالشكل ده، وبعد كده حطينا عليهم شويه صغيرين من الكاستر، معلقه ممسوحه عشان قطع الخوخ. بصي ايوه هو ده بقى المطلوب اثباته، تيجي تطلعي كده بص تلاقي الخوخ فين؟ ما بينزلش تحت، يفضل موجود هنا اهو، شايفه المنظر ده؟ شغل عالي جدا. وبعد كده بنبدا اللي احنا نسيبه يبرد وناكله بالهنا والشفا. نفس الموضوع اللي احنا عملناه فين في الشربات نعمله في المهلبيه، بس بدل ما هنزود ميه هنزود ايه؟ لبن. وبعد كده حطينا سنه طول احمر عشان تبقى بالشكل ده،
وبعد كده حطينا السكر طبعا وكل حاجه تمام، في ورد وماء زهر ممكن تزودي بيهم، وتاكلي احلى مهلبيه في الدنيا، مهلبيه الخوخ. الله، الباشا ده هنفتحه دلوقتي بقى اهو عشان يسيبه يبرد، وبعد كده نبدا ان احنا نقفله. كومبوت الخوخ بقى، جبنا الخوخ حطيناه في ميه سخنه، طلعناه حطيناه في ميه ساقعه، قشرناه زي الطماطم الكونكاسي كده بالظبط، وبعد كده بدانا نقسمه من النص، حطيناه برطمانات وبدانا نرصه، بعد كده عملنا سيرب على النار اللي هو السكر والميه، 2 كوباية سكر و2 كوباية ميه وعصير ليمونه، وبدانا نسقي بيه. بعد كده قفلناه وحطيناه غمرناه في ميه سخنه لمده 10 دقائق 5 دقائق كده، وقلبناه 5 دقائق الناحيه الثانيه، واقوم مطلعه واقوم سايبه كده يبرد بره. بعد كده اقوم عاصر عليه نص عصير ليمونه كده من فوق، واقوم قافله واسيبه لحد ما يبدا يستوي معايا، وهتشوفيه بعد 10 ايام هيبقى عامل ازاي.